تحديد من في ناحية حساسة في الموضوع ده. يقولوا أن البلاد الفاشنية ما جاءها شيء، ولكن الجانب هذا بدنا نأخذوه بإيجاب، في جانب إيجابي أن الصيادة ما فيهاش هاي. شوفوا كل النواب على اختلاف على اختلافاتهم الحزبية تنجموا تضربوا على صيادة لأن ما فيهاش نائب، يعني ما تكونوش بتخدموا مشروع نائب معين، يعني هذا السياسي قابل بس وفكرة أنه كل نائب يخدم الجهة بتاعه المحلية بتاعه هذه فكرة بدائية شوي. يعني احنا كيف طورنا في بلادنا في الجانب الديمقراطي كيف نرى نائب المكنين يضرب على موضوع في صيادة او نائب من القاضي او نائب من مستير من الجهه، هون نراو ان بلادنا جات قضاء، هون نشوفوكم الحصه تاعكم اكثر مدنيه واكثر تحضر، يعني انكم تتلموا في بلاد ما فيهاش نائب تنجموا تضربوا عليها حتى كي تحسبها سياسيا تلقاو رواحكم طالعين فوق، لانه كي تضربوا على اولاد بلادكم يعني مقصود القريه والمدينه الصغيره بتاعتكم ما عندكمش مزيد، وما زلتوا في المستوى السياسي البدائي. كي تضربوا على الصياده تتطوروا سياسيا. واحنا البلاد ما جينا قاعدين نمشيو، انا مش متشائم، انا فرحان بها البلاد برشا. لكن انتم تلميتوا مختلفين. وفي بلاد كيف الصياده ما فيهاش نايب، المفروض انتم تضربوا على المشروع طيب وتوصلوا وراه حتى شيء 10 مليارات و 9 مليارات حق شبر و 400 زاد وراه الاستثمار في البنيه الاساسيه في البنيه التحتيه راه مشروع دوله. الدوله تقول ما نحبش نستثمر مثلا في التشغيل في التشغيل في الهش، نحب نستثمر في البنيه الاساسيه في البنيه التحتيه، لان البنيه التحتيه تجيب استثمارات. احنا اولادنا المستثمرين في الخارج يجيبوا مستثمرين من الخارج، احنا حتى نجيب اولادنا، احنا اولادنا يفهموا في البحر ويحبوا البحر وباتهم ربوهم بالهدى، يحبوا يستثمروا في البحر، يحبوا يلقاو مجال مشجع. والناس ولا تفهم، الناس في فرنسا ومالي شركات ومالي مشاريع يحبوا يدخلوا بلادهم، ما عندهمش حتى مجال غير البحر، يحبوا بنيه تحتيه باهيه ويحبوا برد باهي باش يستثمروا، وعملوا تجارب استثمار ولقاو رواحهم استثمروا بالطريقه الفرنسويه ولقوا حتى الفرنسا. معناها الحكومه تتبناوا المشروع ضايع بكل جديه، ما تحدثوش بالمنطق الاداري، راهو المنطق الاداري معطل، راهو المنطق الاداري مازال بدائي، ان شاء الله الاداره تتقدم. انتم السياسيين